ضعيف عليا. جيت انا صباح الجمعه جيت لعندو وصلت انا مع الزوج ونص هكا في المحطه عيطوا عليا مع الطريق. انا جاي مع الطريق قال لي ملي توصل للمحطه عيط عليا. وصلت انا للمحطه عيطت عليه. انا رانا في المحطه واش جي انا سالي في المحطه. قال لي لا 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 اجي عندي للدار. جيت للدار عند صاحب الدار. جيت قدام الفيلا ديالو ما بغيتش نطق على شي. انا جيت عنده غير مره واحده اللي جلست عنده. كيفاش بنتك عنده؟ ما لقيتهاش خبعه مني. راه خبعه جيت لعنده وخبعه مني. صوت عليه في التليفون هو خرج. قال لي فرقت انا في الشارع حطيت لي عندي حل الباب. قال لي يا زيد. زدت عندي السلام عليكم السلام. درت انا بحالنا اذا غادي ليش البنت. قال لي تفضل دخل ركز مع راسي. دخلت قعدنا جرت المراه ديالو غدا حطت صنع على الطبله. قال لي زيد تاكل. قالت لي زيد تاكل. لا لا ما بقاش ناكل انا فيا غير عطش. جيب لي القرعه ديال الماء. ناطت الثلاجه جابت لي قرعه الماء شربت الماء. ايوا خليت مكلا واحد شويه وبالتالي هزوا ديك الطبله. قلت له سي محمد اللي معاه. قلت له خلعتنا صاحبي وشوشتنا شوش الدوار قاعد قبيله سمعت الخبره شنو قال لك خليك البنت ديالك. لا قال لي لا قال لي الناس هاي كلا خليتو على خاطر. قلت له كيفاش توقع على البنيته؟ قال لي ودارها خرجت. قلت له علاش خرجت؟ قال لي ضربتها المراه. قلت له علاش ضربتها؟ قلت لي البارح قطعت لي الصباع ديال الناس. ودابا الحمد لله انت بنيتها تكون بحمد الله. قلت لي دابا قطعت لي الصباع ديال الناس وانا بنتي فين راها؟ قال لي ما عندكش عند من تمشي. قلت له انا ما عندي لا عمي لا حتى شي واحد ما عندهاش فين نمشي. الا مشات اما تروح المحسنين دابا يركبوها. قالك يا خم قال لي واش من الحل غادي نديرو انا وياك؟ قلت له فكر انت اللي قاري انا ما قاريش ما عندي ما نعرفش. وعلاش ضربتوها بعدا وبني ضربتوها ضرب خير كامل ضرب بولادها ولكن قلت له التربيه مزيانه ولكن علاش تعطيوها تخليو لها الباب حلول حتى تخرج؟ قال لي ودي راه سرقت لنا السارس راه المراه كانت مخبعه على السارس وسرقت لها السارس. المهم قلت له دابا كيفاش غادي نديرو انا وياك؟ قال لي فكر معايا كي غادي نديرو. قلت له عاد علاش ضربتوها غير هادشي؟ قال لي لا قال لي كانت كتخور لي الاولاد ما كانتش تخليهم ينعسوا. قلت له صاحبي قال لي نعم. قلت له الطبيب موجود وما تضربوش البنات. ديو البنات هادي كاينين قال لي قلت له نديرو للطبيب الا كان لافوت فيها هي تربى بنتي انا. قال لي والبنت عندك قافزه يمكن ما عندها فين مشي تجي عندك المهم. قلت له المهم واخا ما عندها فين مشي. قال لي ما عندكش رقم ديال الدار. قلت له عندي ولدي التليفون ترى نصوني عليه. هو قال لك بان المراه ديالو ضربتها. قال لي هذاك الساعه قال لي المراه ضربتها. قال لي المراه ضربتها. قلت له انا عيطت على ولد الدار عيطنا على الدار الدار التليفون ديالو عيط. عيطت على ولدي قلت له محمد قال لي نعم. قلت له خصك ما دخلتش انا رانا كنت غادي وهي راه جات. قال لي براها ما جاتش. قلت له تسمع ابنك ماشي زعما غايب قدامي غادي نقول قول ما جاتش. قال لي واش من الحل غادي نديرو؟ قلت له الحل اللي بغيت ديرو انت اللي قاري تفهم اكثر مني انا ما عندي ما نعرف. قال لي الحل المهم يجمع لنا كي خدمه وسجلنا كي خدمه. لا انا سبقته انا قلت نمشيو لديك راه نعلمو بها البوليس كوميساريه. لا 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 قال لك لا كيفاش؟ قال لي اليوم جمعنا كي خدمه. قلت له واخا السبت خلي ما كي خدمه والحد خلي ما كي خدمه وفوقاش قال لي احسن الاثنين. قلت له واخا حتى الاثنين. قلت له واخا. قال لي قال لي شوف. قلت له شني؟ قال لي الله يجازيك بخير ملي توصل للدار الا دخلت هذه الليله في الصباح جيبها لي. المهم من دابا ثلاث ايام راه حتى واحد ما غيدخلها. قلت له انا ما نقدرش نقول لك تجي غدا ولا تجي بعده. قال لي لا 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 راه حتى واحد ما يقبل عليا يدخلها. من دابا ثلاث ايام راه حتى واحد ما يدخلها. قلت له ما جاتش ثلاث ايام. قلت له خرجت دابا انا في وجده وشدها شي واحد جزائري ولا خطاها في اللوطو ودخلها الجزائر. قلت له ما جاتش انت للبال ديالك؟ قال لي لا لا محال. قلت له المهم انا لا جات البنت غادي نجيبها لك. قال لي دابا فين غتمشي؟ قلت له غادي نروح فلاس. قال لي راه مشى الحال عليك. قلت له الدنيا هاني انا واخا نوصل 10 دنين ما عندي لا مرا لا ما بقاش الوطن موجود ما بقاش ما دخلت غادي ندخل للدار. خرجنا في الباب قال لي غتمشي. قلت له قلت له يلاه كاع نخرجوا. خرجنا عند الباب الله يهنيك الله يهنيك. قال لي فاش غتمشي؟ دابا المحطة. دابا نقطع الشنطي في الطاكسي. قال لي لا يا ربي اسمح لي. قال لي غتمشي الطاكسي. قلت له وهي المرأة عيطت له. قالت له اجي. قال ولا لا عندها يمكن بقات تدي في الطوموبيل ولا قال لي ساي 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 انت ولا جات الطوموبيل. خرجت من الكراج ركبني فيها وصلني للمحطة. قال لي غتمشي دابا. قلت له دابا غادي نمشي زيدني للمحطة. هو ولا بحالاته وانا كنت مشيت في حالاتي. دخلت حالي لتازة. وصلت يمكن مع العشرة ولا الثمانية ديال الليل للدار. حنا ساكن على برا من المدينة. من بعد دخلت للدار
قالت لي ما البنت ما رقيتهاش، قالت لي وجيت خليتها. قلت المهم انا غادي نسوق حتى الميز ديالي داك السيد يمكن قادينا بالبنت، انا غير قلت له خاطرو غادي يشعل هو قام عيل الاثنين انا غادي انا قلت له في الكوميساري راه ما خدمش لا سبت لا حد، والكوميساري راه ما دلعش اي وقت تمشيو ليها. هو دابا الصوره دابا شافني عروبي راه قال السيد ما عنده ما يعرف، فاي وقت الكوميساري راه تكون حله وقف الوحده ديال بجوج وهنا خليته على خاطرو باش تستمني تمشي دير شي منتج. وانا يمكن لي غدا نرجع ان شاء الله السوق نقضي لكم السوق الحسب وغادي نولي نتقبط به. شبعت قال لك يعطيك في التليفون ايوا اسمح لي مشيت للسوق تقضيت الصباح ديالي انا وقت كيما هكا سي جاست من اللورا بدي كيما على الناس قال لي نقول لك توصل في مع الناس قضيت مع الناس قال لي واش عندك شي بنيسه فوجده؟ قلت له ايه. قال لي راه في السبيطار. قال لي راه في السبيطار شكون اللي قال لك؟ قال لي قال لي الزكاني. والزكاني شكون اللي قال له؟ قال لي ما نعرف انا. المهم راه عيط عليا اتصل عند الرقم التليفون ديالو ديالي وراه قال لي الله يرحم والديك كل فلان راه صابوا البنت ديالو كان يلبسها في السبيطار وصابوا البنت ديالو راه رغبني. قال لي بلغ له خبر دابا سير لبنتك. فعلا زدت سوي لحد ديالي مشيت للدار. وصلت للدار قلت للمراه البنت راه بانت. قالت لي فاين؟ راه في وجده في السبيطار. قالت لي ميته. لا لا يمكن حيه. انا سولت داك السيد قال لي حيه. قالت له دابا غادي تدخل للوجده الليله. قلت لها الليله غادي ندخل للوجده. شديت انا البي مع اللي صعدنا المسافه بزاف ركبت على البغل ومشيت المسافه عندنا شي نص ساعه ديال الطريق. مشى معايا واحد الوليد درت هو السيد صنع ليا هو قال السلام عليكم. السلام. قال لي انت محمد؟ قلت له قلت له شكون انت؟ انا عرفت القاضي. قال لي انا القاضي. ياك لاباس. قال لي فين راك؟ قلت له رانا في الدار. قال لي وياجي. قلت له علاش؟ قال لي البنت راه بانس. فين بانس؟ قال لي راه في السبيطار. قلت له شكون اللي قال هذا؟ قال لي ودرنا مشي الذكرى رئيس الكوميساريه وراهم قالوا لي في السبيطار. قال لي رانا مشي الذكرى رئيس الكوميساريه وراه في السبيطار. المهم رانا جاي رانا غادي نركب ونجي. قال لي المهم ملي تجي اجي لعندي للدار. قلت له اش غادي نجي عندك انا للدار؟ دابا في السبيطار ونجي عندك للدار. اش غادي نجي عندك؟ قال لي اصاحبي غير اجي نتفاهموا انا وياك باش كان هكا اجي غير اجي لعندي للدار بلا ما نمشي للسبيطار. قلت له المهم انا ما نجيش عندك للدار انا غادي نمشي للسبيطار. قال لي اصاحبي غير تفاهم معايا غير اجي لعندي نتفاهموا باش كنحلوا المشكل انا وياك ما يسمعنا حد. قلت له المهم واخا انا غادي نجي عندك. انا غادي نجي عندك. دخلت لتازا شديت الطاكسي لكرسيف من كرسيف شديت التوريس من التوريس شديت لوجده. اصلا حزم لي الكيران قال عين الكار ندخل في وجده. انا داخل يمكن في كرسيف ولا فين ولا صنع ليا. قال لي فرك انا ما ركبتش. قال لي كيفاش؟ قلت انا ما ركبتش. قال لي تقول لي جي. انا دخلت من برا من المحطه من عندنا دخلت لتازا من تازا ما لقيتش الكيران اللي غادي يدخلوا لوجده. انا مازال المحطه. نزلت انا في المحطه دايزه المغرب ولا صنع ليا. قال لي فين راك؟ انا مازال ما دخلت. المهم دخلت للسبيطار مشيت ليه للسبيطار شفت البنت هو ولا صنع ليا هو ولا صنع ليا مع هذا المرض هذاك الشيء ما بغيتش ما خصنيش نهضر معاه. قطعت عليه التليفون طفيت التليفون مره. كنت مع البنت ما وقيلا شي 11 الليل ولا 11 ونص خرجت مع ليها مشيت عند واحد ولد خالي كي لقيتيها لقيتها محروقه ما فيها ما تشوف عاودنا شوف لقيتها محروقه على فمها مضروبه من راسها محسنين لها هارقين عليها الزيت كاوينها بفرشيطه من هنا حارقين جورنا لها مسكين حارقينها من هنا على البزاز ديالها الروح ديالها خلطت على الزيت ماتوا وجات على حد الله يسر من هنا وخواتها ولد معاها عندنا التصور ديالها. المهم كرفصوا عليها بزاف حتى نشوف انا كي غادي ندير مع السيده مشيت بحال هكا عند ولد خالي لقيت هو ولد خالي ناعس لقيت غير ولاد كيصوروا في التلفازه دقيت حلوا لي الباب دخلت جبت على واحد البياص حتى السحر عندنا قال لي شحال نجي خلي الله قال لي كيفاش غادي البنت راه عندي في السبيطار كيسوق عليك كيسوق نوض على الصباح سحرنا نوض مع الصباح عاوتاني شعلت التليفون سميت ناجي انا سميت ناجي ولا صنع عليا قال لي فين راك؟ قلت له علاش كتقلب عليا؟ قال لي يا صاحبي اجي عندي قلت له انا ما غنجيش قلت له انا جاي لا يا ربي قلت له ما اش تقلب عليا دابا؟ قال لي غير اجي نتفاهموا انا وياك قلت له فين راك انت؟ قال لي المهم انا راه باب السبيطار قلت له انت راك باب السبيطار قال لي صافي هادشي راه هادشي غير الاخوان صاحبي راه ممنوع نشر ديالك هادشي لان راه المعتقد ممنوع نشر زيد
منوع علاش منوع راه يهضر سالي قال لي انا عند السبيطار قلت له انت راك عند السبيطار قال لي قلت له انا رانا في الرباط راح قال لي كيفاش قلت له انا رانا في الرباط عند السبيطار انا رانا في الرباط ما عندي ما نتلاقاك لا في باب السبيطار ولا عندك في الدار انا مشيت للرباط عصاي التليفون مشيت انا دخلت السبيطار عيطت على صاحب الدوزيام جا صوروا البنت صافي داكشي اللي قال السيد ما بقاش يعيط ولا عاوتاني عيط هو صحاب الدوزيام صوروا ولا عيط عليا قال لي فرق دكتور انا في السبيطار علاش قال لي اصاحبي اجي عندي اجي عندي نتفاهموا انا وياه باش كان قلت له شوف قال لي شني قلت له ما تجي عندي الا بقيت تجي عند تلاقينا انا وياه غادي يقتلني ولا نقتلك المهم دابا نتلاقاو انا وياه في المحكمه ما عاودش تعيط عليا بالليل شحال البنيه خدمت المده اللي خدمت عندها اخويا ما نقدرش نقول شحال ما نعرفش شحال من شهر خدمت عندها اسيدي يمكن ما بين خمس شهور ست شهور ولا اربع شهور ما عقلتش اسيدي جا عندها مره واحده هاك برضو ديالك عندي ما نسالفيك الهضره ديالك تبدا اقول الغندف مش هاد البنت خطات بغندف هو يقول هو قال لك عيش مسكين التليفون تاعك خداوه لك شوف غيري في الدنيا معلاش التليفون تاعك خداوه لك خداوه لك تليفون واحد الوقيته ها التليفون تاعك داري وكيل العام على على اي اساس خدا لك وكيل العام وكيل العام ما عرفتش علاش بينا ولا بين ولادي راه عندي قطع لي واش مسحوا ولا لا ما مسحوا ما والو لا غير شدو حتى دات واحد 3 ايام ولا 4 ايام عاد رجعوا بالنسبه شحال كان لا انت رجعت المهم الفلوس الشهرين الشهرين قال لي هذه البنت انا غادي نقريها المهم انا ما تبس قال لي غادي ندير لها 50 الف فرنك النهار اللي جبناها له انا هذا المسقط الريد رجع عطاني 8000 ريال النهار اللي قفلت انا مع منين بدا يعطاني واش يشرو عجبر السيد وهلي غادي فايض رخيص مع الطيح مع السارس مشيت فحالات النهار قفلت البنت 21 يوم جيت لعندها غير الله 21 قلت له شوف انا البنت السيد انا جاني ما جانيش هو هذاك قلت له بنت 21 يوم جيت النهار اللي جيت صونيت عليه قال لي فرق قلت له انا عند الشارع قال لي سيني انا غادي نجي لعندك سيني في الشارع عييت من بلاصه ماشي ساعه حتى وليت كنتمشى مع الشارع وحتى حتى جا لعندي قريبا المغرب حتى شد الفران عليا في الطريطوار قال لي طلع صافي طلع السلام عليكم السلام قال لي طلع طلع فين مشيت انا غير مع الشارع من بعد طلعت معاه قال لي صاحبي راه بازار هذا 20 يوم ولا 21 باش بازار عقل قال لي عاد 21 يوم باش جيت عندي انا ما كان ما حسبت لا 21 يوم ولا اي انا مازال عاقل في الراس ديالي قال لي صاحبي عاد 21 يوم انت دغيا جيت تشوف البنت ما طولش عليا بزاف انا غير جاتني الصدفه هنا الوحده بغيت نشوفها وصافي ما جيت حتى لشي معلقه غير بغيت نشوف البنت قال لي والبنت سافرت اي مشات قال لي مشات تفاس مع المراه مزيان والمهم انا غادي قال لي فين غتبس غادي نمشي بحالاتي قال لي ودي انا عندي شي شغال عاد قال لي غادي نمشي ضيف عندي في المهم شي شغال ومال الدار ما هيش هنا دابا فين غتبس غادي نمشي بحالي قال لي دير نمشي معاك قلت له غادي نركب الكار ونمشي المهم انا قلت له عندي فين بس تازا دابا الله يخلي نمشي دابا قلت له قال لي عندك المحطه داني المحطه نزلت قلت له الله يجازيك بخير زيد كمل زيد قال لي الله يجازيك بخير قلت له الله يجازيك بخير انا غادي نمشي بحال هادشي دابا وغادي نوصل للدار مع العصا الليل وغادي تعيط عليا المراه تهضر مع بنتها راك عارف الغول العيالات المراه راه غالده عليا بزاف راه غادي تبقى تبرزتني عليها قال لي اصاحبي غير سير انا غادي نعيط مع العصا كيف انا حالي منين من بعد منين زدت مع المحطه الطبيب دو الجيب قال لي كلم الثاني 10000 فرنك مشيت بحال هاسي وصلت مع الدار مع العشره ولا الثمانيه الله اعلم عندي ساعه في يدي المهم بقيت سايلو حتى العشره ما عيطش عينتو مع 11 ما عيطش سارت 11 ونص حتى 11 ونص ما عيطش صافي احنا ما عندناش الضوء خدت التليفون يخوالي من الضوء فيسو لا غدا الصبح شعلتو ما عيطش ديلا شعلتو ما عيطت دوز شي 4 ايام ولا 5 ايام ما عيطش اه سي ما قال لي نعيط عليك ما عيطش انا غنبقى نعيط عليه ملي غنصوني عليه الا قطع عليا علاش ما بغاش يواجب علاش ما نعرف هو قال لك عندها الكوي قديم وجديد يمكن كانوا كاوينها اول مره الكاوي كاين كوي الله اعلم انا هذا الكوي جديد وقديم المهم عمر البنت ديالك فاش كانت ديك منهم البنت ديالي جات مره واحده مع 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 المراه ديالو يعني يعني ما خلاتهاش فين تشكي لا ما خلاتهاش كانت قابله حتى يمكن الا شكات لامها من بعد ما بغات تزول انا ما خليتهاش